كيف تعرف صديقك الحقيقي من الشخص الذي يستغلك ويريد أن يحلبك كما تحلب الشاة؟ يقولون A friend in need is friend indeed. İyi dost kara günde belli olur. الصديق وقت الضيق إن شاء الله لا ترى أعينكم ضيقا أبدا. لهذا قال أحدهم جزى الله المصائب كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها حمدا ولكن عرفت بها عدوي من صديقي. أحيانا كلمة من صديقنا تعيد رسم خريطة حياتنا، توجهنا عند مفترق الطريق، فإما نذهب من هنا وإما نذهب من هنا. لكن ما رأيكم بقول الشاعر إن أخاك الحق من كان معك ومن ضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك وإن غدوت ظالما غدا معك. هل شكل الصديق هذا هو شكل صحيح أو صحي؟ هل على صديقنا أن يسعى دائما لمنفعتنا ولو كان في هذا ضرر له؟ طبعا أسوأ شيء في هذه الحياة أن تكون أنت صديقا ودودا لشخص لا يحب نفسه، تريد له الخير ويريد لنفسه الشر، تحاول إصلاحه ويحاول إفساد نفسه، فيفسد نفسه ويفسدك ويضر نفسه ويضرك. هؤلاء الأشخاص قال الله لرسوله فيهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال أيضا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تتأسف عليهم، تحزن عليهم، تؤذي نفسك حزنا عليهم. لا تفعل هذا، لست عليهم بمسيطر. كن صديقا صالحا لكن لا تؤذي نفسك لتنفع غيرك إذا كان غيرك لا يريد هذه المنفعة، بل انسحب بهدوء وادع الله لهؤلاء الناس وحافظ على نفسك. نفسك هي أقرب الناس إليك ونفسك هي أعز أصدقائك، ومن لا خير فيه لنفسه لا خير فيه لغيره، ومن يضر نفسه لا تتوقع منه أن ينفع غيره. دمتم أوفياء وأحاطكم الله بالأوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.